الخير لكل المشاهدين اللي عم ترافقوا معنا بهالحلقة سهرة عمر. نحن وياكم مثل كل أسبوع حلقة جديدة بتاخذنا لضيف جديد لنجم جديد لنفوت لعالمه، وبنفس الوقت نتنقل بفقرات البرنامج نعرف جديد عنه، ودائما نطرح جوانب يمكن مش دائما نحكي عنها. ضيفنا الليلة يمكن الحياة الفنية والنجاحات يلي عم بحققها ما كانت هالقد وردية وعلى طبق من فضة، إنما كانت مزروعة أشواك ببعض الأحيان، ولكن بالإرادة بالعزم وبالموهبة يلي بس الله بيقدر ينعم فيها على الشخص، قدر يتغلب على كل التحديات ويثبت إنه رقم صعب اليوم بتمثيل بكل الشخصيات يلي بيقديهم منصدقه منحبه منزعل معه منبكي معه منتضحك منروح بالمشاعر للآخر، إن كان بالغناء بالجو الحلو يلي بيعمله بالصوت يلي بياخدنا كمان لطاقات تانية، دايماً عنده جو ما بيشبه أي جو بالوسط الفني. لما نحكي على الصعيد الشخصي هو إنسان هالقد شفاف هالقد حقيقي، وهي الحقيقية منلمسها منه بكل إطلالة منشوفه من خلالها بكل شخصية بيأديها إن كان على المسرح أو حتى على شاشة التلفزيون أو حتى بالسينما. هالشخص استثنائي بحضوره بالمسيرة الفنية يلي قدر يجبلها من عرق جبينه بكل فخر بكل محبة وبكل تفصيل، قدر يشتغل على حاله يتطور يتقدم ومازال لليوم بيعتل هم كل التفاصيل لحتى يقدم حاله بأجمل صورة. الليلة ضيفة كل الكاريزما كل الجو الحلو الهضامة، رح نشوف كل جانب يمكن مش دايما بنحكي عنه، رح نحكي بجديد كمان عم يتحضر. شرفنا بسهرة عمر بها الليلة. ضيف الليلة الممثل النجم توني عيسى. مساء الخير. أهلا وسهلا. تفضل. يعني خجلتني. توني أهلا وسهلا فيك. يعني طال اللقاء وأخيرا سهرة عمر مع توني عيسى. يا هلا. ظروف تعرف ظروف الشغل والأوقات، وأنت بتعرف معزتك وبتعرف الصداقة اللي بتجمعني فيك، بس ما كان يزبط الوقت إلا لليوم. It's never too late. هينا اليوم عم نعمل حلقة ورح تكون حلقة للعمر من أجمل الحلقات بوجودك توني. إن شاء الله. أول شيء بعرف بالرغم من كل السكادجول ألف مبروك كل التحضيرات، رح نحكي عن الفيلم يلي ببلش قريبا جدا عن اللوك الجديد. وعن اللوك ما رح أفضح، رح نحكي بعد شوي عن اللوك. توني أنت من الأشخاص يلي اشتغلوا هالقد بجدية، اشتغلوا لأنهم مؤمنين بحالهم أول شيء، واشتغلوا لأنه كل فرصة قد ما كانت صغيرة أو كبيرة قدرت هيك تقطفها للآخر. قديش شخص يلي بيشتغل هالقد بجدية ويلي هالقد بنيشن على الهدف، خليني أقول بيوصل، أنت هالقد إنسان إيجابي بالتعاطي أو لا الحياة علمتك تعاطي بهالطريقة؟ أولاً ربنا بيقول لك قوم تنقوم معك، قوم أنا قوم معك، مش إنه تقعد وتقول ليش يا ربي ما بدك تتعب بالحياة، بدك تقطف ثمار نجاح، بدك تتعب بدك تشقى كتير، بس طبعاً بحدود وظروف يعني نظيفة. الحمد لله إنه ربينا ببيت علمنا التواضع وعلمنا إنه الصبر أهم شيء، وإنه نطمح لكتير أشياء لكن ما نتعب لنوصل لها. ما في شيء هين، في ناس يمكن بتشوف انه بتقول انت يا عمي ليش ربنا انه هيك فتح لهم وشو ما عملوا موفقين. وفي اشخاص بتتعب لتوصل، في اشخاص بتشقى لتوصل، في اشخاص انا من هود الاشخاص. انا اكتشفت بحياتي انه ماني حدا فوق وهين كتير اشياء عندي، ولا حدا تحت وصعب اوصل، لا انا حدا بدي اتعب لاوصل، وهذا اللي حبيته وهذا اللي حبه بحالي اكثر شيء. ايه تعبت كتير ما وصلت لمطرح، بس حققت شيء أنا كنت أحلم فيه. حققت على كل حال هالحقيقية والنجومية اللي عم تحصدها اليوم ومحبة الناس يلي هيدا رصيدك دايما. يعني أنت من الأشخاص يلي هيدا قربن من الناس قدر يكون يعني شيء منه مشترك عند الكل. أوقات النجوم يلي منلتقى فيهم من زملاء بالوسط بيكون عندهم هيدا شوي شوفة الحال ببعض الأحيان. شهرة غيرتك توني؟ في كتار بيقولوا توني بقى مثل ما هو وتوني بعده حقيقي، وفي كتار بيقولوا ببعض الأحيان غيرته الشهرة. لا توني عيسى بعده مثل ما هو، اللي ما بيعرفني قبل أكيد ما رح يعرفني هلأ. طبعا الشهرة هي ممكن تسكر فيها ببعض الأحيان، أشخاص
بتركض لتنشهر وبتركض للكاميرا وبتركض لانه تطلع على الهواء وتشوفها اكبر عدد من الناس. واليوم يعني الدليل على هذا الشيء هو السوشيال ميديا اللي عم نعيشها اليوم. بتشوف الناس من لا شيء بيعملوا شيء، او فيديو بيضرب، او شخص بيبقى طبيعي عادي على الطريق بيعمل قفشه بيضرب فيها وبصير لسان حال العالم وبيحكوا عنه دائما. فالحمد لله انه انا بولا وقت من الاوقات ولا لحظه من اللحظات بحياتي فكرت انه هيدي الشهره هي لانا اسكر او لشوف حالي على الناس، لا بالعكس، هي كانت بالنسبه لي شغف، هي باسيون، هي شيء كنت عم ببني له من زمان، مع انه انا ما كان بدي هذا الشيء، بنيت له من زمان بس بنيت له باسس وطرق صحيحه ونظيفه، وما خليت ابدا بالاداب، اداب المهنه اللي انا، لانه انا بالنسبه لي التمثيل هو مهنه، مش شيء عم اتسلى او لا، انا هو مهنه، انا بروح بعمل فرضي وبرجع على البيت. هيك علمني بيي، هيك بيي قال لي هاي المهنه هيك، هاي المهنه بدك تحفظ فيها ركورك، هيدي المهنه بدك تحترم الجاكيت اللي بتلبسها، بدك تحترم نصك، بدك تحترم الممثل اللي قبالك، بدك تحترم الوقت، بدك تحترم المخرج، بدك تحترم كل شيء، لانه وانس انت وصلت من ورا هودي المقومات كلها، منك لحالك عايش، بدك تحترم كل شخص واقف حدك وكل تفصيله بهال. رح نحكي على كل حال عن الفنان والممثل ناظم عيسى بيك، الله يطول بعمره، بنوجه له تحيه كثير كبيره. رح نحكي بعد شوي بالتفصيل عن ناظم والدور يلي لعبه بحياه توني عيسى وفيز فيرسا كمان، يعني لانه دور مقلوب بمطرح من المطارح، ولكن توني لما الواحد يحقق، لما الواحد يصير خطوه ورا ثانيه، يعني بين التمثيل، بين الغناء، بين فوزك كمان بديو المشاهير، بين كل هالخطوات يلي حققتهم بالسنوات الماضيه، قد ايه هيك اجت يعني اللعبة تصاعدية، خليني أقول بهذا الموضوع لحتى تقدر تبني على صح. ديو المشاهير كان إضافة لألك؟ كل شيء عملته بحياتي هو إضافة طبعا. ديو المشاهير كان بالنسبة لألي أو لغير من الأشخاص هو محطة كتير أساسية بحياة حدا حابب يغني أو حدا ما عم بيصير له الفرصة. اليوم أوكي كان إذا بدنا نحكي أنه موضوع ديو المشاهير هو إنساني طبعا لجمعية معينة اكيد، بس بمطرح تاني هو خدمه كثير منيحه للفنان او الممثل. طبعا انت كيدز فيرست كانت الجمعيه يلي طبعا بنوجه له تحيه ودكتور بيتر نون اكيد. وبنفس الوقت كانت بلس لي لانه انا حدا بحب يغني، حدا درس بفتره بالمعهد بالكونسرفاتوار وحابب اني اعمل شيء، يمكن شيء على الخفيف بس حابب شبع حلمي إذا بدك أو أوصل له. فكان هيدا باب من الأبواب. لو أنه أنا ما طلقت فيه بقوة، لكن بأي وقت من الأوقات أنا صرت جاهز وما حدا في لومك أنت ليه عم بتغني. ما أنت طلعت الأول، ما أنت بمطرح ما طلعت الأول. صحيح. يعني أنت بشهادة كتار، أنت حدا عندك صوت والكاريزما وجاهز أنك تغني. فمش غلط هيدا الشيء. كانوا الأمر كان السنجل يلي نزل من بعده المشاهير. صح. وكان في كتير بلانز وكمان عم نسمع جينيريك محرومين كمان كان بصوتك، يعني دائما عم بيكون في إطلالات على هذا الموضوع، قد ايه كمان عبالك توظف هذا الموضوع أكثر بميوزيكال يمكن، هيدا طموح عند كل شخص، وأنت بالمسرح كمان حققت إن كان على أرض الغجر أو بكلنا تقلى أو بالأعمال يلي شاركت ببطولتهم. اليوم قد ايه هيك في بلان جدي للغناء؟ وبعرف انه كان في بلان لاغنيتين انه يتصوروا ميوزك فيديو، بس يمكن لظروف معينه بعد ما صارت. صح. ديل الاغنيتين موجودين واكيد الفكره بعدها موجوده وبدي اعملهم طبعا. وهن اغنيتين كثير حلوين صراحه. بعتقد انه الموضوع المادي كثير اساسي بهذا الشق، شق الغناء، لانه طبعا موضوع مكلف كثير، ولا تشتغل لحالك صعب كثير اذا ما كان في اداره وشركة إنتاج تنتج لك. بعتقد بيكون صعب على الشخص لوحده أنه يقلع أو يقدر يعمل شيء. فما بدي أختي خطوة ضعيفة أو ناقصة، بنطر اللحظة المناسبة لأني نزل فيها الشيء اللي أنا حابب أعمله. تكون باقتناع تام، تكون خطوة مقتنع فيها أنا تماماً، بس تكون خطوة ثابتة ممنوع يكون فيها تلكؤ أبداً. الأغاني اللي عم نحكي عنهم كلمات ألحان هن اثنيتهم من ألحاني، في غنية من كتابة الشاعر رياض نجمي، والثاني من كتابة الشاعر فادي الراعي. هذا قصة الألحان
جديدة أو كانت مخبية شوي؟ هيدي مش قصة مخبية، هن كتير حلوين الألعاب بكرة، بس تسمعهم أو سمعك يوم رح تقول إنه كيف. إيه أنا حدا موسيقي ومن زمان، من عمر 7 سنين يعني، مش من اليوم أو من بارح. فمثل ما قالوا عنا إنه نحن دخلاء على التمثيل، بكرة بيقولوا إنه دخلاء على التلحين، وهيدا بالعكس بالنسبة لي أنا شيء بقوين. أنا بحب هيدي المنافسة، بس ما بحب التشهير بالأشخاص. فا إيه بكرة بس تسمعوا بتعطوا رأيكم. أكيد طبعاً. مثل ما لما حضرتوا أعطيتوا رأيكم، وفي ناس طبعاً كيف بيقولوا تصيدت بالماء العكر. ف دائماً في أشخاص بيستفيدوا من المواقف يعني بهذا. في أشخاص إيه ممكن يعملوا اسم على ظهرك. توني سنة نجمة يلي كلنا منحبها وسوبر كاريزماتيك، دليدا خليل اللي بتشاركها كمان بطولة 50,000 الأكثر من روعة ومهضوم، عم نتابعه كلنا، كل عالم عم بتابعها. كل حال دليدا السنة كانت هي نمبر 1 بديو المشاهير، انت كنت نمبر 1 سنة الماضية، واثنيناتكم نمبر 1 ب 50,000. قدي كان في كومباتيبيليتي بينك وبين قدي هيك الشغل مع شخص حقيقي مثلك مثل دليدا، حلوة من جوا ومن برا، صح بصير في تكامل بالعمل أكثر بالشغل. دليدا أنا لأنه العشرة والمعرفة فيها قديمة كتير، وبعرف مين هي دليدا، فاليوم كنا عم ننقل هيدا الشيء على للعالم كلهم عبر الشاشة الصغيرة. فالمحبة اللي أنا بكن لها إياها لدليدا أو فيز فيرسا، فهي جسدت إذا بدك عبر الشاشة. دليدا حدا كتير طيب، حدا كتير خلوق بيشتغل على حاله، حدا دؤوب بشغله وبيتعب للآخر. هي من الأشخاص اللي بيتعبوا ليوصلوا. أنا بحترم شغلها، بحترم فنها، بحترم رسالتها بالفن، منها مبتذلة، بهنية على كل خطوة عم تعملها، ومبروك لديو المشاهير. وكيف ثابت أنه أنا وهي واثنيناتنا اليوم ب50,000 فبعتقد هيدي اتس ساين. اكيد نجمة دليدا خليل مساء الخير. نعم يا اهلا وسهلا. شو يا اهلا وسهلا. اول شيء انا ما صار لي بارك لك، الف مبروك من كل قلبي لانه بتستاهلي وتعبتي ولقيتي، لان انت من الاشخاص اللي هالقد جديين. الف مبروك. ميرسي شادي. انا كمان دائما بقول انه في ناس كثير دعموني، وانت من الناس اللي دائما واقف حدنا وبتعطينا معنويات وبتعطينا جود فايبس، اللي كان بالكومنت تبعك واللي كان باستضافتك هلا لقلي بالبروجرام. يعني مبسوطه انه توني معكم، لانه دائما عم بشتاق له، وهلا مش مصدق اذا بدنا نرجع سوا نكمل مسلسل او لا. صحيح حبيب. دليدا يعني عم نتابعكم ب 50,000، في قاسم مشترك كمان ديو المشاهير بنسخته الاولى بسيزونز الجديد على الام تي في. توني كان نمبر 1 سنه الماضيه، انت نمبر 1 السنه. نعم. قد ايه هيدا النجاح، وخاصه يعني مثل ما سالت توني، الواحد لما يكون عم يشتغل مع شخص ثاني عم بيشاركه هم العمل، لانه لما يكون العمل على كتاف شخصين مش سهله ابدا. الابطال هن اكثر ناس بيتعبوا والمسؤوليه عليهم. قد ايه لما يكون متقاسم هيدا الشعور مع شخص ثاني هالقد جدي مثلك، هالقد كمان مثل توني عنده التزام، بيكون في مسؤوليه اكبر، وبيبين هالسباركلز وهالشغل الحلو على الشاشه، بيكون في تناغم. عم تحكي صح. اذا بدي بلش بسليبرتي دوات، يعني هي كانت اكسبيرينس من احلى اكسبيرينسات بحياتي. كان اول شخص انا استشرته قبل ما فتت كان توني عيسى، ورغم انه كنا عم نصور وكنا مضغوطين وهو بيعرف قد ايه كنا قاطعين بفتره كثير صعبه بالتصوير، قال لي دليدا جو فور ات، ما تفكري مرتين، لانه هو بالنسبه له كمان كانت اكسبيرينس حلوه واستحقها عن جداره. اما انا لما فتت ما كنت عارفه شو رح يصير وقد ايه رح اقدر انا اعطي الماكسيمم واقدر اجمع بين غنى وتمثيل ورقص على الست على المسرح حسب الغنيه. على كل حال لو ما بيلبقلك ما شجعتك، لو ما بيلبقلك. ثانك يو توني، وانت كمان بيلبق لك كل شيء انت بتعرف. فاخذت المعنويات اول شيء من توني على الست ب 50,000 بالوقت اللي كنا عم نصور وكنا شغوفين بالعمل ومحمسين لحتى يطلع عمل جيد على الهواء. بالرغم من الظروف الصعبة نحن عم نحصد نجاح سادي،
وعم نلمس هيدا النجاح على فوش الميديا وبين الناس. صح. بالمطاعم بالسوبر ماركت وين عم نروح عم يبصوا العالم انه نحن لو لايت المسلسل بس واصل لقلوب العالم كله. صح. وهيدا اهم شغله بفضل هيدا اكيد بفضل الشغل الكتار يلي كانوا ورا الكاميرا. صحيح. والمحبه اللي كانت تجمعنا على السات ولانه عن جد اشتغلنا على فرد قلب ورب. طبعا. صحيح. دليدا شكرا للمداخله، بعرف قطعناك عن العشاء بس ما رح اسال كثير اسئله لانه موعود فيك بسهره عمر ان شاء الله قريبا، بكون لنا لقاء مطول وبتكون سهره من العمر معك. موفقه بكل شيء، بنحبك ومنتابعك دائما. ثانك يو لانه عندنا دليدا لبنانيه هالقد حقيقيه مثلك. شكرا دليدا. دليدا بنشوف بنشوفك بتمنى لتوني كل التوفيق كمان ازواج حبيبتي. وموفقة انت. قل لي توني كم بدك تقول شيء. بدي اقول لها انه بنلتقى قريبا ان شاء الله. اكيد اكيد من كل بنت. دليدا ثانك يو لك، شكرا لك نجمه دليدا خليل لهالمداخله. يا هلا. ميرسي كثير. ميرسي. هيدي اول سربريز. هيدي دليدا يلي هالقد واقعيه وحقيقيه ونجمه، وهذا قاسم مشترك بينك وبينها. توني رح نفوت على فاصل اول بحلقتنا، من بعدها رح نكشف سر الكذبه البيضاء، رح نشوف الفيلم يلي كل العالم ناطرته، بلشنا نشوف البوستر والتيزر يلي اكثر من روعه. شغل من انتاج ايجل فيلمز ومن اخراج نبيل لبوس، كمان تحضيرات جديده لرمضان، اكيد كتابه كلود صليبا، بنوجه لها تحيه. في كثير تفاصيل نحكيها. أكيد. بريك اول بحلقتنا مشاهدينا، ما تروحوا لبعيد وبنرجع لسهره عمر مع نجمنا توني عيسى. ثانك يو. فيك تقول بدك يا تفضل. شفتوا المشاغبين كيف بيكونوا ما بدي اول شيء اقول له لجون كيروز انه هو حدا رائع جدا وبجنن، وميرسي على الميوزك الرائعه يلي انا صارت مني وفيه. صحيح. وكانت جزء من الكونسرت اللي قدمته بكازينو لبنان. صح. وكان اكثر من روعه، وانا فخور انها هي الميوزك ثيم تبع كل البرنامج. جون بنوجه له تحيه كبيره. وي لاف يو. وي لاف يو الوت. يعني سهرة عمر، رحلة عمر يلي أطلقها عن جد وبيستاهل كل خير. على كل حال أكيد توني، مشاهدينا متابعين سهرة عمر مع توني عيسى، يعني لما نحكي دايما عن الفن، نحكي عن المسلسلات، نحكي عن الانتاج، دايما في أشخاص بيعطونا فرصة، دايما في أشخاص بيكونوا سند لألنا. صح. وبالسنوات الأخيرة كان واضح جدا حضور المنتج زياد شويري بي عدد من الأعمال يلي كان عم يجمعكم سوا. صح. اليوم هالتعاون متابع ب50,000. صح. ولوين رايح؟ يعني كتار بيفكروا بيقولوا توني ماضي حصرية، بس لا، توني بيشتغل مع غير زياد مع حفظ الألقاب، ولكن في دايما كلام حول هالموضوع وهالمحبة يلي جمعت بين توني وزياد بالعمل. لك اولا خلينا نقول الله يوفقه لزياد بالمجلس النيابي اللي بيطمح له، وبالدور اللي حب يلعبه بالبلد ويغير ان شاء الله يا رب الله يكون معه وبيتوفق. علاقتي بزياد شويري مع حفظ الالقاب طبعا. مع زياد من عمر من سنه 2006 او 2007، فعمره تقريبا 10 او 11 او 12 سنه، فعشرة عمر طويلة. هل قد زياد في علاقة إذا بدك وفا بين بعض، في مصداقية، في أعمال كتير اشتغلناها. زياد كان من الأشخاص يلي أعطوني فرصة أني انطلق خارج لبنان، وهيدا كل شخص لبناني أو ممثل لبناني بيطمح له بوقت كان عنا الانتاج أو في خجل كتير كبير من أنه نطلع لبرا. ما بعرف شو السبب، لكن بعرف أنه زياد كان من الأشخاص اللي تعبوا لا يطلعوا صورة اللبناني لخارج أو الانتاج اللبناني لخارج لبنان مثله مثل اي منتج اخر لبناني. اشتغلنا سوا بعده اعمال نجحنا فيهم سوا، تكتفنا سوا بالحلوه والمره، واليوم عم نعمل 50,000 كمان عم بيلقى الاصداء الحلوه. وطبعا هالمسيره بتكمل، طبعا ما في شيء حصري، في كلمه، في ثقه بالكلام اذا بدك، وهي كفيله انه تكون كافيه انه اشخاص هالقد عشرتهم وبتعرف بتعرف المعدن تبعهم. فبتوفيق لزياد وبتوفيق لنا، واكيد الايام جايه مع زياد ومع غير منتجين.
أكيد دايما بيكون هيك طموح الواحد ما بيعرف لوين بياخده وبأي طبعا. أشخاص بيلتقى فيهم لتجمع فيهم أعمال. من الشغل يلي صار مؤخرا كمان، وهون بارك للمخرج نبيل لبوس يلي بعد كمان فترة مع إيجل صح. فيلمز بهيدا التعاون كذبة بيضاء اللي بيسمعك. بس تقول نبيل لبوس أنا ما بعرف بيتش جسمي نبيل سوري قطشتك شادي. لا بالعكس، بس انا بحب دغري على كعبه. يعني اذا انا عم بحكي عن نبيل كانه انت، لانه نفس المعزه وهالقد بنحبه. يعني نبيل هو حدا اول شيء انسى الشغل والاخراج والدنيا. نبيل ابن بيت لبناني 100% بيور لبنيز، البيت اللي انا بحبه صح، اللي انا بنتمي له، بيشبهنا. فنبيل غير انه هو مخرج رائع وبحبه كثير، وانا ناطر الفرصه لاني اشتغل انا وياه. نبيل حدا طيب، حدا قلب على الحل، وغادة مرته يلي أنا بحبها كتير كمان، هودي الكابل، هودي أشخاص بعتز فيهم وافتخر فيهم بلبنان، أكن على صعيد الحياة الطبيعية أو على صعيد الإخراج والفن. اليوم بكذبة بيضة نبيل عمل شغل أكتر من رائع. ما بعرف اذا حتحكي انت مقدمه على الموضوع نرجع نحكي، او بدك فوت دغري ولك انت بتعمل بدك اياه بالحلقه. خبرني عن كذبه بيضه طالما فتحنا السيره. نبيل عمل شغل، حتشوف بكره انت وحتعطي رايك. نبيل عمل شغل كثير قوي بكذبه بيضه، عمل طريقه اخراجيه جديده بتلفوت، عاطيني حقي وحق كل ممثل تاني معي. كيف كان الديو مع جيسي؟ جيسي رائعه، جيسي حدا طيب، حدا مهذب، ادمي، بيعمل شغله للاخر، عندها شغف كتير كبير، حبة تعمل الماكسيموم لتوصل، وأنا بهنية. هذا كان في تناغم كوميدي أنت وياها ووسام. ليش وسام صبار هين؟ ليش بونيتا سعادة هينة؟ أكيد. أو بيير شمعون، بيير جمجيان، ناظم عيسى، البابا ختام لحام، الكل. كريستيان زغبن، كريستيان زغبن يعني ما بدي أنسى، وقاسم، والكل الكل الكل بعقده. أنطوانيت عقيقة يعني بضل عم بقى إيه، وأنطوانيت ما توخزونا يا عمي عن جد. إذا أكيد تحية حدا. لكل أكيد يعني شو ناطرين نشوف؟ ست وفاء طرباي شفت من سنة تذكرهم، ما توخزونا ها. ناطركم كتير أشياء حلوة، هضامي على الحل، لايت كوميدي، بيشبهنا الواقع اللبناني، بيشبه الشاب اللبناني بكلمة واحدة المكحكح. بكلمة واحدة كيف تختصر العمل مع نبيل لبوس هيك بكلمة واحدة بصفة واحدة؟ ممتع. بتوافق الرأي نبيل؟ لا. وقف حركات يا خيي. مساء الخير. نبيل لبوس أول شيء أنا كتير مشتاق لك، هي أول شغلة. حبيب قلبي، طبعا أحبها يعني أنت وطومي. حبيبي. ضعف عندي إياك. حبيب القلب. وتاني شيء ألف مبروك، كلنا ناطرين إطلاق الفيلم قريبا جدا، يعني صار على نار حامية. وما كان فينا إلا ما نحكي عنه بهالحلقة مع توني. خبرني نبيل عن كذبة بيضاء، خبرني عن هالتعاون مع إيجل فيلمز ومع توني عيسى. أول شيء بدي أشكر توني لأنه عد الممثلين، يعني هيك أنا بخاف بنسى دايما، سو بفتكر عد الكل توني. هودي اللي مفتخر فيهم نبيل. أكيد نحن يعني لو ما أنا بحبهم من قلبي وبفتخر فيهم، وفي حتى منهم كبرنا على تمثيلهم وصورتهم صح، وبفتخر أنه اشتغلت معهم، ما كانوا تواجدوا معنا بالعمل أساسا. نبيل توني قال أنه الشغل معك ممتع، أنت كيف بترد على هالموضوع؟ الشغل مع توني كيف؟ أنت تحديدا بتعرف أنا كيف بشتغل، يمكن اشتغلنا شوي سوا مع بعض صحيح. أنا بحب مهمتي، كرمال هيك بحب أطلع أكون عم بتمتع أنا عم بشتغلها، ما بحب أطلع على التصوير وأقعد عيط وعصب وأعمل جو وتوتر، لأنه ببقى مبسوط أنا طالع عم بعمل شغلة بحبها مش مجبور فيها، والممثل بدك تعطيه رياحته حتى يعطيك، يعني ما في يكون الممثل موتره أو مخوفه صح. بصير مكربج ما يقعد يعطي اللي لازم. وعلى كل حال يعني نحن عم نشتغل عمل كوميدي، بقى تصور انت تكون معصم للممثلين وبدك اياهم يعطوا كوميدي، لا بده يكون الجو مرتاح بتعطي صح. اليوم بصير كذبة سوداء الفيلم اسمه. هلا شفنا على هامش التصوير يعني القعدات والجلسات مش حنحكي عنهم هلا، بعدين حسابكم بعدين بهذا الموضوع. وبيجوني الاحلى من هيك، بيجوني التصوير وبيجوني يعني انا ما راح اعلق على هالموضوع. نبيل اليوم بكذبة بيضاء كمان خطوة جديدة لك بعالم السينما، هالعالم يلي انت كمان تتقن وبشغف مثل ما عم تحكي. شو بتقعد العالم بكذبة بيضاء مع توني وجيسي وكل الكاست الموجود؟
والله هذه تركيبة جديدة بالنسبة للناس، خاصة مع توني وجيسي. أنا كتير كنت مبسوط وأكثر ما كنت متوقع، يعني كيف ما فيك تعرف إذا اثنين بيلبقوا لبعضهم بالعمل صراحة إلا ما تشوفهم على الكاميرا بكم مشهد. صح. كتير حلوين، يلي رح يحضر الفيلم رح يطلع مبسوط، ما في شيء بيزعجه، بيكون تسلى، حضر نكتة خفيفة مهضومة، قصة حب حلوة لبنانية بتشبهنا. عمل يعني مشكورين عليه كل اللي تعبوا عليه، من الكاتبة، من شركة الإنتاج، من اللي نفذوا فعلا. وبدي نوه أنا كمان شكر لمارتي المخرجة غادة دخفل أكيد، يلي كمان كانت متواجدة معي كمخرج منفذ وساعدنا بكتير إشياء بالمشاهد الكوميدية خاصة. حبيبة القلب أكيد. غادة تحية كبيرة لها وبوسة كبيرة. المخرجة غادة دخفل زوجتك. نبيل، في تحضير لأعمال جديدة وخاصة مع إيجل فيلمز، طالما هذا التعاون ممكن يجر أعمال تانية؟ صحيح، إن الله راد بعد الأعمال الرمضانية هلأ الشباب شوي مضغوطين فيهم، عم نحكي بأكثر من فكرة وأكثر من مشروع، الله راد نحكي فيهم بوقتهم يعني، بس أكيد في أعمال جاية. نبيل، بنتمنى لكم كل التوفيق دائما. تحية لك مخرج نبيل لبوس، وتحية كتير كبيرة كمان لغادة دخفل زوجتك. شكرا لهالمداخلة وبشوفكم قريبا. ميرسي نبيل، باي نبول، باي أنطول، باي حبيبي. هيدا نبيل لبوس. هيدا هيك لما يكون في إيجابية، لما يكون في أشخاص هيك مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج راكب راسك على راسهم، بتقدر تشتغل تكون حر أكتر، وخاصة نحن بمهنة بدها حرية وبدها هيك تلقائية بالعمل. ما فيني خبرك أجواء الفيلم شو كانت حلوة، مرقوا هالأيام بسرعة، كانوا بتمنى يكونوا أكتر من هيك. ما فيني خبرك نبيل قد هو حدا حدك دايما، وبس يعطيك ملاحظة بتاخدها بقلب طيب وبروح كبيرة. وسام صباغ صديق الحبيب، شو بدي أقول لك، صاحب النكتة الحاضرة دغري، صاحب البسمة، إذا زعلت بيوقف حدك، فرحت بيفرح معك، بيتمنى لك الخير بكل الأوقات، كل الممثلين. فهيدي الجمعة، هاي الألفة حتكون حتولد شيء برأيي حلو كتير للعالم. وشكر كتير كبير أول شيء لجوال بيطار ولشركة إيجل فيلمز، للأستاذ جمال سنان، بنشكرهم على التعاون، وبنشكرهم على إذا بدك المحبة اللي غمرونا فيها، وإذا بدك كمان هالبوش عطونا إياه للموفي. أكيد، وكانت ويت أصلاً لنحضر قريباً جداً كذبة بيضة. توني، في تحضيرات تانية كمان، أنت هلأ عم بتخلص مشاهدك بخمسية شهر عسل، وهو مسلسل حدوتة حب يلي الخمسية إخراج فيليب أسمر، بنوجه له تحية كمان. طبعاً أكيد. بيشاركوك البطولة إمي صياح، جوزيف ونصر والأحمدي، وسام صليبة، أكيد مع حفظ الألقاب لكل وسام صليبة، وسام صليبة، مارينال سركيس، مارينال سركيس. بدي أنسى، خلص بدي أنسى، لأن في أشخاص ما اشتغلت معهم رح يروحوا عن راسي، بس اللي بعرف انه الكل كمان مبسوط. وهيدا اللوك اللي حكينا عنه باول الحلقه، هو مش هيك صحيح حليق ما بدنا نفضح، لكن مش حنفضح على الاخر، بس انه فعم بلعب دور اذا بدك خلينا نحكي من اخر سايكو. هو حدا عنده مشكله جسديه، عائق جسدي وعائق نفسي. حيكون شيء كتير جديد، شيء كتير جديد علي، شيء كتير جديد على الدراما، شيء غريب حتصدم العالم، لكن حيقولوا واو حلو، وانا اكيد من هذا الموضوع. على كل حال ناطرين لنشوف، لانه كل شخصيه. بشكر كلوديا مارشاليون الكاتبه، وبشكر شركه جولدن لاينز ديالا الاحمر يلي كمان انتجوا هذا العمل. طبعا اكيد نوجه تحيه لكل الناس يلي مؤمنه بالدراما وعم تشتغل، ان كان على صعيد وطن عربي، دراما سوريه ودراما لبنانيه ودراما مشتركه كمان بهيدا الإطار. اليوم بعد أسهم الدراما المشتركة توني أسهم عالية أو لا؟ دراما لبنانية عم ترجع أسهمها تعلى البيور لبنيز، عم بحكي على صعيد الماركت اللبناني لنكون واضحين. على صعيد الماركت اللبناني نحن اليوم أحسن من قبل، نحن اليوم أحسن من قبل، وفي عنا تطور وتقدم بهذا الموضوع اليوم. مثل ما عرفت أنه في إذا بدك حد من الانتاجات التركية، نعم، وهذا الشيء بعتقد رح يفيد الدراما اللبنانية، رح يفيد الممثل اللبناني، ورح يصير بعتقد رح يصير في مش غزارة، رح يصير في إذا بدك نقلة نوعية للدراما، أكان لبنانية سورية مصرية أو لبنانية عربية مشتركة أو لبنانية محض. بعتقد هذا الشيء رح يكون بلس للممثل اللبناني. على الصعيد المشترك، أنا كنت مع هيدا هيدي الآفة الحلوة
والبوزيتيف ومعنا الضلة، لأنه هي خدمت اللبناني وخدمت السوري وخدمت كل حدا، كل ممثل من أي أكيد. بلد عربي كان. طبعا الإضاءة غمزت لنا توني، بعد في كتير إشياء بدنا نحكيها والميكرو بدنا نغني كمان، ولكن بدنا ننتقل لفقرة والعانة بالزمنات. والعانة هيدا ما رح أحمله هلأ، بلا رح ناخده معنا على فقرة تانية. تفضل تحت البلاط عالزمانات محل ما بدنا عالزمانات بالزمانات كان في عنا. تفضل توني. هنغني هون؟ هتسألني شيء قبل هون؟ هون رح نغني ورح نحكي ونرجع لورا بالزمانات، الفقرة الثانية بالزمانات توني مع الوقت، كيف علاقتك مع الوقت بالمجمل؟ عماد متري بمسلسل 50,000 اللي هو أنا عم بلعب شخصيته بيقول لها لميا اخلقي لي وقت، إذا مش مكفين الوقت 24 ساعة نهار اعمليه 25. فأنا حدا بحب ضلني دايم بالشغل ودايم بالأفكار وبحب دايما اتطور. فبعتقد الوقت هو كفيل أنه يساعدك بهذا الموضوع. الوقت عندي كتير مهم وأساسي. صحيح أنا ما كتير بحب النوم، لكن إذا نمت بنام بطول، لكن وقت اللي بيكون عندي شغل وهدف ما فدايما بكون متيقظ ودايما بكون واعي لهالموضوع. والوقت عندي أساسي. قد ايه توقيت كمان توني أوقات مهم وأوقات العامل يلي مش بيكون مش اوقات دائما طويل دائما مهم، واوقات بيكون عم يلعب عامل هالقد سريع هالقد، اوقات ما بنلحق نعمل اشياء بالحياه، اوقات الحياه بتسبقنا ببعض الاماكن ببعض الاشخاص ببعض الاشياء اللي بدنا نقولها نعبر عنها. صح انا بس انا بقول لك انه بخلي كل وقت يعطي حكمه. والتوقيت بدك تعرف ايمتى، اهم شيء الانسان يعرف ايمتى، هيدا طبعا بيجي مع الخبره مع الوقت، وبتصير تعرف انه اليوم انا هاي الفرصة اجت لعندي ما رح روحها من ايدي، توقيتها صح، او هاي الفرصة ما رح تفيدني وتوقيتها غلط، فانت بتصير تحبكها براسك وتزبطها مزبوط لتعرف انت بأي طريق ماشي وانت شو بدك. لما انت صرت تعرف شو بدك بتصير تعرف التوقيت الصح. إذا بدي أحكي عن التوقيت وعن الغناء تحديدا قبل ما نحكي عن الطفولة ونرجع لمراحل تانية، أول أغنية طلعت لألك كانت أغنية كانوا القمر. كانوا القمر، هالأغنية بتوقيتها بالظروف تبع أوقات بيكون في هيك باكج معين، بيكون في ظروف معينة مؤاتية؟ لا طبعا أكيد، لك موتة عصام بريدي ما كانت بتوقيتها صح، ما كانت بالحسبان، توقيتها غلط، توقيت عصام إنه يفل غلط ما بيستاهل يفل كان هلا، فتوقيت عصام الغلط خلى توقيت الغنية يكون صح. هل قد حسابات الحياة غريبة أو أكثر؟ غريبة طبعاً، وما لي بقول لك أنه ما فيك تعمل حساب أنه من هلأ لشهر شو ممكن أعمل، لا أنا بعطي كل وقت حكمه. اليوم هلأ لازم أعمل هيك لازم أعمل هيك، فبالنهاية كمان بتتكل على الله، والله هو ميسر مسيرنا وهو بيقول لك شو بدك تعمل. إذا نحن مؤمنين عن جد كيف بدنا نغني ونتذكر. هيدي الأغنية اللي أنا بقول أنه هي كانت خلص بلحظة ما بدك، في شكر في عتب على شخص فل بوقت غلط، انت كنت بحاجة قلت له ما قلت له اللي كان بدك تقول له اياه وما صار مجال تخبره اياه بهالغنية، قدرت توصله او لا في اشياء بعدها جوا؟ في كتير اشياء بس العلاقة اللي كانت مع عصام هي علاقة اخوة صادقة. عصام كان حدا خي حقيقي، ما بيعرف عصام ما بيعرف انه قديه هو شخص طيب، قديه هو شخص مؤمن، قديه هو شخص وقف حد كثير ناس وساعد كثير ناس، واكتشفت هيدا الشيء من بعد ما فل عصام. فليك قديه كان عنده سيكرت كثير كبير بهذا الموضوع، وكان كثير محافظ على انه بساعد بالمخفي. يعني خلينا نكون شوي خلينا نسمع اوبتيميست طبعا، بنقول لعصام بنقول على فكرة الغنية هي من كتابة الشاعر رياض نجمي والحان صديقي الموزع الموسيقي باسم رزق، نوجه لهم تحية طبعا أكيد، وتوزيع وتسجيل داني الحلو وأميل طويلة. راحوا اللي كانوا يسألوا عني
راحوا اللي بعتبرن جزء مني، راحوا اللي كانوا يسألوا عني، راحوا اللي بعتبرن جزء مني، كانوا الفرح كانوا القمر بالعيد، صاروا بقلبي الآه والعني، كانوا الفرح كانوا القمر بالعيد، صاروا بقلبي الآه والعني. ما يوم لغياب عملت حساب، مالو مثل ميلة شمس عغياب، لو في طريقة يرجع الغياب، تضل طول العمر مستني. راحوا تحية لروح عصام، طبعا اكيد تحية لروح عصام، تحية لقلب عصام الطيب النابض بعده اذا بدك، وروحه بعدها موجودة، واللي دائما انا بلمسها، ودائما هذا الشخص ابن البيت الطيب وابن التربية الصالحة، ترك اثر كثير كبير بكثير من الناس بيعرفوه او ما بيعرفوه. صحيح، يعني كان باصحابه او بالوسط الفني، يعني صح. ترك فراغ ما حدا فيه يعبيه. فقلنا زمان وجهنا له تحيه، ونحن قربنا على السنه الثالثه اكيد صحيح وفاته، فبنوجه له تحيه ولروحه اكيد، وبنطلب منه يصلي لنا مثل ما نحن عم نصلي له مطرح ما هو. توني رح نتابع بعد البريك، رح نتابع بالزمانات، نرجع للطفوله، نرجع لمراحل بتطبع حياه الانسان، ولدروس اوقات بنتعلم منها نحملها معنا لكل العمر ولكل تفصيل بحياتنا. مشاهدينا بريك تاني بحلقتنا، وبنرجع لمتابعة سهرة عمر مع نجمنا توني عيسى. منتابع نحن وياكم مشاهدينا سهرة عمر، بشكر كل الأشخاص كمان يلي عم يتابعونا عبر السوشيال ميديا عبر هاشتاغ سهرة أندرسكور عمر، وأكيد الأكاونتس يلي دائما عم نتواصل من خلالهم كمان. بدي أشكر الصحافة يلي ولا مرة عم تبخل إلا بتغطية كل الحلقات وكل التفاصيل، شكرا لكم. توني شكرا لأنك معنا بالحلقة. شكرا لك شادي، بعدنا بالزمانات. هذا شرف لي أن يكون على تلفزيون لبنان حبيبي، هذا التلفزيون وطننا اكيد، ونحن يعني ان كان بسهره عمر او بالتلفزيون كل الاشخاص يلي عم بيشاركوا نجاحهم مع كل لبنان بنفتخر انه نكون عم نحكي معهم وعنهم. توني بزمانات لما نرجع لورا للطفوله، كيف توصف هذه المرحله؟ من اجمل المراحل حياتي، يعني الطفل عاش بمنطقتين، بكل منطقه اخذ منا عبر واخذ منا اذا بدك سلام. عم تحكي عن بعشتة وعن عمشيت؟ عن بعشتة وعن عمشيت، بعشتة اللي هي حصرايل بالمبدأ. فهونيك عشت 12 سنة، هونيك كانت حياة ما بنساها بحياتي، ومطبوعة مش بس بقلبي وبوجداني، بدماغي حتى، يعني بالتفاصيل المملة بقدر أشرح لك وأشرح لك المنطقة، يعني خريطتها، واشرح لك انا كيف كنت عايش. اذا بدي اخذ منك هيك صوره واحده، لما نحكي اوقات عن طفوله او عن نرجع هالقد بالوقت لورا، الواحد او بيتذكر يمكن ريحه كان يشمها بفترتها، او يمكن صوره معينه، او يمكن موقف معين، هيك بعرف كتار، بس موقف واحد او ذاكره واحده كيف بتخبرنا؟ كتار هني كتار، شغله واحده. بدك الذاكره، يعني شيء بيردني للحنين، شيء بيردك لورا هيك يمكن، بس ريحه اللافاند والخزانه اف بتردك لوين؟ هلا اذا بشم برجع لهونيك، هلا اذا بشم برجع 30 سنه لورا، بتردني 30 سنه اكزاكتلي لورا. او اذا مثلا بسمع صوت سيارات على الاوتوستراد كمان بتردني لورا، او اذا بشم ريحة البحر كمان برجع لقد لورا، او اذا بسمع او اذا بشوف طيارة ورق
برجع 30 سنه لورا. ايه توني قد ايه هودي تفاصيل بعرف قد ايه تضحيه كبيره كانت. او اذا بشرب سوري على الدعايه بس اذا بشرب بيبسي ازاز او كراش القديمه كمان بتردني هالقد لورا. واو عندي تفاصيل بهاي الحياه انا وصغير بحياتي انا وصغير لا تنتسى تموت هي معي. اكيد توني قد ايه هيدي التفاصيل يلي مجبوله بطفولتك وبتكوين شخصيتك وبشو انت اليوم يعني هيدا توني عيسى اليوم ابن ناظم عيسى كتير. لما نحكي عن ناظم لما نحكي عن والدتك الله يطول بعمرهم الله يخليك عن التضحيه يلي بسبيلكم انت وخياتك وجمارك خيا كمان ضحوا لحتى انتم تكونوا هالقد سعداء بحياتكم ولما راحوا على الغربة كمان ما كان سهل أبدا هالموضوع قد ايه في جميل لناظم تحديدا لهالإنسان يلي بفنه بهيك الداخل يلي كان عنده إياه عطى أكتر ما عنده كرمالكم. بابا كان يحرم حاله من كتير إشياء لا يقدر يسعدنا أهلي أمي وبي. بابا كان أوقات ما يقدر يجيب لنا اللي نحن منحبه كان يمكن يتدين ليعمل هذا الشيء كان يمكن ما نعرف شو يعمل بس كنا شو كنا نلاقي اللي بدنا اياه. ولا مره حسينا بالنقص ولا مره حسينا بالعوز ولا مره حسينا انه لا نحن اهلنا مقصرين علينا. نحن مرقنا بظروف حرب بتعرف ومرقنا بمراحل كثير صعبه بحياتنا طبعا. فالبابا كان حدا هالقد بحب عائلته وهالقد ما فرق بين واحد والثاني كان بنت او شاب او كبير وصغير ابدا. رد له جميل لبيي ما بقدر كافي اهلي ابدا. ما حدا بيقدر كافي اهله اصلا بعتقد الا اللي خلقان ملعقه الذهب بتمه. اليوم اذا بدك بتقول له شكرا شكرا على شو؟ شكرا على كونه بيي. شكرا كونه هو اللي ربنا اختاره انه يكون بيي او اختارني انه يكون ابنه. شكرا على وقفته حدي بكل الاوقات. شكرا على الايام الصعبه اللي مرقنا فيها وكان قد وقدود. شكرا على الصبر اللي تحملناه سوا. شكرا على الايمان اللي سلحني فيه هو امي. الايمان والايمان بالرب يسوع المسيح اللي هو يمكن لانه انا من ديانه او طائفه معينه بحكي هيك لانه انا حدا متعمق كثير بديانتي من وراء التربيه الصحيحه ببيتي كان مثل البيوت الاسلاميه الاخرى يلي كمان بربوا اولادهم على حب الرب وخوف الله. هيك اهلنا كمان وهيدا الرب الواحد للكل على وهيدا الشيء اللي ربيت عليه هو اللي بيخوفني بوقت من الاوقات اليوم. هو اللي بيسعدني بوقت من الاوقات اليوم. هو اللي بيعطيني القوه بوقت من الاوقات اليوم. لو ما هيدي المرحله السابقه بعتقد ما في استمراريه ونجاح للاشخاص. اللي ما عنده ماضي ما عنده مستقبل ولا حاضر. ابو توني مساء الخير. خد لك بقى. اهلا اهلا يسعد مساك. الممثل ناظم عيسى مساء الخير واهلا وسهلا فيك. يعني قد ايه كل لبنان فخور بتوني وبحبه على قد المحبه يلي بنشوفها بس بعيونك لما نطلع بعينين ناظم عيسى ونشوف كل يلي توني عم بيحققه بنعرف قد ايه انت فخور وقد ايه فرحان. قد ايه انت اليوم هيك توني مثل ما بيقولوا بالعربي المشبرح شايفه ومش مصدق وايه بكل فخر مثل ما هي. اول شيء يسعد لي مساك. اهلا. يسعد مساك المشاهدين جميعا. يا هلا. انا كثير مبسوط اول شيء على المداخله اني سمعت صوتك وثاني شيء انا كثير فخور الله يخليك بتوني ومحبه الناس. هيدا رسمال كبير الحمد لله هيدا ربنا العاطي. يعني استاذ ناظم اليوم اذا بدك تقول له لتوني انتبه او ما تعمل هيك او روح بهيدا الاتجاه اليوم شو بتقول له؟ شو الوصيه يلي هيك دائما بتضلك محمله اياها وعم بتذكره فيها وعم بتقول له اياها يعني مرارا وتكرارا مثل ما بيقولوا؟ انا بقول له دائما بس تطلع من البيت قول يا رب وانت راجع وبس ترجع وتوصل على البيت اشكره. هذا اهم شيء. ودائما خلي علاقتك مع الناس كثير مرتبه ومنيحه ونحن على الارض. يعني نحن على الارض نحن ما بنشتغل مع حدا. نحن ناس فنانين
يعني المشاهدين لهم علينا وهذا رأس مال كبير لنا. استاذ ناظم لحتى اختم معك، ناطرينك بالجزء الثاني من الهيبه كمان ودائما متابعين كل اطلالاتك، شو بتعدنا؟ كثير الجزء الثاني شغله كثير حلوه وشغله كثير قويه، وان شاء الله يا رب تسعد الكل والكل ينبسطوا فيها لانه هذا الجزء كثير مهم. شكرا لهالمداخله. شكرا استاذ ناظم، وان شاء الله لك ويسعد مساكم. الله معك، شكرا لك لهالمداخله الممثل ناظم عيسى. هيدا ابو طوني يلي هالقد حقيقي، هالقد بحبك وهالقد بي وفنان. صعب الواحد يكون بي وفنان بنفس الوقت؟ بابا ما عايش هيدا، اذا بدك التبوخر دماغ انه انا فنان لا وانا شوفوني، لا بابا طبيعي جدا وعادي، بعده بينزل على الحقل بيزرع وبيقطف وبعده بتشوفه بالشورت والفلانيل اوقات والناس كلها بتسلم عليه، بالعكس هيك الناس بتحب. طيب ليك ليه الانسان بده يغير عن طبيعته عن طبيعته عن طبيعيته عن انسانيته؟ ليش انا بدي اصير غير شخص؟ ما انا هيك. طيب ليه بدي اضحك الناس علي؟ يا اخي لك هيك كيف كان لك كيف صار؟ ليه بدي اقول هيك؟ ليه بدي اسمع كلمه لك كيف كان لك كيف صار؟ لك كيف كان لك كيف بعده؟ شو بها؟ ليه؟ عصيرة لك كيف كان؟ ايه مشاهدينا ليكو طوني عيسى كيف كان؟ هذا ابو وديع. ابو وديع حبيب القلب بحبه كثير، وهيدا الكليب انا ما صدقت لما حكوني اني انا مثل فيه، فكان صدمه بالنسبه لي، حدا مثل ابو وديع كل الناس يعني عامل حاله كان صحيح عند البشر، كل الوطن العربي بيحلف بحياته يعني، فيجي يقولوا انه توني عيسى بدك تمثل مع ابو وديع، يعني هيدي شيء حلو كثير. قد ايه هيك هيدي المحطات بتطبع؟ يعني هيك في اشياء ما بتنسى أكيد. وبتبقى للعمر كله أكيد. مثل لما حكيوني كمان غمز الضوء، مثل لما حكينا كمان حكيوني الرحابني لمثل معه مسرحيه كمان كان شيء كثير رائع بوقت انت كنت عم تحكي عن ارض الغجر او عم تحكي عن قبلها؟ ارض الغجر. لا عم بحكي عن قبلها انه دونكي شوت طبعا، انه كان اول مره بيتلفنوا لك او بيجتمعوا معك انه اف حكيوني الرحابني. هالقد الرحابني لهم وقعهم، وهالقد انت لما حدا يدق لك هالقد عنده قيمه كبيره وفنه كبير يحكيك، يعني انت طبعا بدك تنصدم وتكون شيء بدون كثر خير الله انه انت كنت تحلم بهذا الشيء ووصلت له واليوم صار حقيقه. توني للاسرار الفقره الثالثه ببرنامجنا، تفضل. يب عزبك هالميل توني. حبيت كثير ساعه مقدمه بيتي الجديد. دولي خاص. حبيت شيء ثاني حبيت ديكور حلو، انت بتجنن. عاكس روحك. تسلم. تسلم توني، على كل حال غالي بيرخص لك وانت بتعرف هذا الشيء لانك هالقد انسان محب وبتعكس روحك الطيبة على الناس اللي بيلتقوا فيك. بأسرار بنفوت على جوانب يمكن مش دائما بنحكي فيها. اليوم لما بدنا نحكي عن توني عيسى بالوسط الفني، نعم. انت انسان مسالم ببعض المحطات، ما عندك مشاكل، بس بنفس الوقت انت هالقد بتعرف شو بدك وبتعرف انت مين وين مطرحك وحتى حدود للاشخاص اللي ممكن تغلط معك وما حدا يغلط معك. كتار يلي عم يتعدوا هالخطوط؟ لا او لا لا، لانه بيعرفوا انه ممنوع يغلطوا، لانه لو انا حدا لا سمح الله سيء او حدا لساني بظهر الناس هالقد او حدا شايف حاله مش مصدق لو حدا فاشل لا سمح الله مش ناجح بشغله عراسي بقبل الانتقاد ولو كان لازع، بس لما اكون انا حدا نظيف انا حدا بحترم مهنتي وبتقنها للاخر وعم كون بمطرح قدوه لبعض الاشخاص الصغار الاطفال او الجيل اللي قبلنا بكثير حابب انه يتمثل بشيء نظيف وبكلمه فيها رقي او في اذا بدك تصرفات سليمه
وبيئه جيده وعم يتمثلوا فيك، فهذا بعتقد فخر لك، فخر للبنان، فخر لاهلك وفخر لتربيتك. اليوم اي حدا بيعكس هذا الشيء او بيجي بينتقدك بطريقه انه لازعه، ف في ناس مثل ما بيقولوا في ناس غلطوا، في ناس غلطوا بمطرح ما، في ناس تعمدت الأذية معطوني عيسى، يمكن ما تعمدت بس هي طلعت بشكل ايه متعمد يعني. في ناس ما كان من مصلحتها انه توني عيسى يصير بطل اول ونجم ويحقق كل اللي عم بحققه اليوم. بالحياة في كل شيء، ما بقول لك لا وما بقول لك ايه، ما لمست هذا الشيء دايركتلي لا، بس اكيد في، اكيد في، اكيد انسان، انسان منه اله، منه قديس. الانسان عنده خير وشر وشعره بين الخير والشر، ممكن بثواني يقلب الانسان بين الخير والشر. توني لما بنحكي عن توني عيسى كمان من المراحل يلي هيك منا سر بطولاتك بالرياضه كمان يلي حققتها، وخاصه كمان انه حققتها ضمن كنف المؤسسة العسكرية أداها هالفترة، وبعرف أدي الجيش اللبناني محفور من جوا بقلبك، وهيدا توني بالمعسكر على كل حال رح نشارك بصورة مع المشاهدين. من وين جبتوه؟ نرجع بالأرشيف لورا. أوه هيدي بتذكرني بكتير إشياء هالصورة. هيدي الصورة يا أستاذ شادي، كيف خدمت المؤسسة العسكرية توني؟ كيف توصف المرحلة؟ رح أقول لك شيء، صحيح أنا رياضي وكثير بحب الرياضة خاصة الفولي بول، فبدورتي بالدفعة اللي كنت أنا فيها بعرمان جبنا بوقتها 7 كاسات للكتيبة، الكتيبة تبعنا الكتيبة السابعة، وكنت فخور بهذا الشيء، وإجاني تنويه من قائد القطعة، وهلا عم بحكيها على الهواء لأول مرة إنه أنا انطلب مني إني أبقى بالجيش برتبة ضابط ملازم بس لجهودي الرياضية، وهالقد أنا إذا بدك اندفاعي للجيش، وهالقد بحب الجيش، فكانت أمي رفضت هذا الشيء. أنت كنت الثاني بالدورة؟ الثاني صحيح؟ صح، بالمركز الثاني. بالمركز الثاني، وكنت بالمركز الثالث بسبق 3200 متر سريع. فكانت امي رفضت الفكره، وطبعا ما فيك لانه امي حدا قلبها ضعيف على اولادها، فاكيد ما حبينا انه ناذيها، فكان حلم اني اكون بالجيش، وحلم اني البس العدد العسكري، وحلم اني شارك بكل المعارك اللي شارك فيها الجيش اللبناني، ولو استشهد فداء الوطن انا كان لي الشرف هذا الشيء. تحيه للجيش اللبناني، اكيد يمكن الكلام قليل قدام البطولات يلي هن عم بيحققوها يعني. ماشي، نحن عم نتسلى، هذا حكي تسلي، لكن لما تشوف الجيش بالمواجهه وعم بيقاتل فهونيك الصعوبة الأكبر، ما حدا بيعرف القيمة إلا اللي بيكون على خط التماس مثل ما يقولوا. توني بدي أفرجيك صورة أنت وصبية، صورة هيك بتردنا كمان شوي لورا. مين هاي؟ أختي ميراي. قدي ميراي نقطة ضعفك توني بالتحديد؟ ميراي كتير أف سوري. مباشرة من كندا ميراي، مساء الخير. سوري سوري. مساء النور. يعني كيفكم؟ يعني توني بس نقول ميراي مرتين دموعك غاليين، ما بدي هالشيء يصير، بس ميراي هالقد انت نقطة ضعف. مساء الخير أول شيء. مساء النور، مساء النور، الله يعطيكم العافية وميرسي كثير لإلكم. شكرا لإلك. قد إيه اليوم قديه بتحبيه لتوني وقديه فخوره بكل شيء عم يعمله؟ بعرف قديه انت هيك داعم سبورت على كل الاصعده، خليني اقول. صراحه انا بتصور كاخت تخطيت مرحله الحب والمحبه لخيي. انا وتوني عشره يعني، ربينا سوا، كل شيء صار له صار لي انا، كل شيء عايشه وعشته انا، يعني مثل كانه كنا خيان. على طول بردد انا وبقول انه نحن كنا مثل خيان او كاختين، ما كان في فرق بيناتنا. وهو كثير عزيز يعني، قد ما احكي هلا كمان اجي في امي يعني، حسيت على توني كمان انه هو كان متاثر بس جبت اسمه، بس توني حالي استثنائيه بحياتي اكيد. تخطى مرحله الحب والاخوه والعيش و استثنائي.
وانا جدا فخوره فيه ودائما بردد له هالشيء، ولا مره بتاخر اني اعطيه رايي باشياء خاصه بحياته. بتعطيه رايك وبتنتقده، بتقولي له يا ريت ما عملت هيك او هون اعمل هيك مش هيك؟ هالقد انت صارمه وبعيدا عن المحبه الكبيره بدك مصلحته هالقد لهالدرجه؟ اكيد، بس انه اكيد يعني بنقي الوقت المناسب والطريقه، لانه يعني هو بيتقبل كل شيء طبيعي خاصه مني، بس بجرب اني اقول له اياها بس كون انا رايقه، مش وقتها دغري مثلا عندي شيء بدي اقول له، او مثلا استنفرت او في شيء مش حبيته ما بحكي له دغري، بجرب اعمل ريفليكسيون لحالي لاني انا بحط حالي محله وانا بفكر مثله، فبعرف انه يعني على الوقت الشغله دغري ما في اخذ قرار وهو مثلي، فبستنى باخذ وقت بتنفس فكر منيح برجع بحكيه وبعطيه رايي. اكيد هو بيكون في انت اي ساعه اللي بتحكي اختي كلامك بمحله ومحبتك بمحلها وغيرتك بمحلها، وانت بتعرفي انا قديش انت غاليه على قلبي، انت وطبعا جان مارك وجوال، بس انت لانه يمكن ربينا سوا وكانت هيدي المرحله من اجمل مراحل حياتنا، فانا بفتخر انه عندي اخت مثلك، وانا رح تلتقوا بكندا او بكبر بلبنان. بكبر فيكي باي وقت من الاوقات. مين رايح عند الثاني قريبا؟ مين رايح عند الثاني قريبا؟ توني رايح على كندا او انت هي جايه؟ هي جايه. ما حدا بيعرف، ما حدا بيعرف هاللي جاي كيف يبقى جاي. ميراي ان شاء الله بتضلكم دائما مجموعين على هالمحبه وعلى هالقلب الواحد، انتم اولاد بيت ربيتوا هيك وبتضلكم هيك، وهيدا اللي كلنا بنلمسه من علاقتكم ومن محبتكم وحقيقيتكم بالتعاطي مع بعضكم. شكرا لك مباشره من كندا ميراي، شرفتينا. اهلا وسهلا. باي حبيبي، يعطيكم العافيه. بونسوار. باي، اهلا وسهلا. الله معك. باي حبيبي. باي. الله معك. هيدا ميراي وهيدا انت. رح نفوت على بريك ونرجع نتابع القسم الاخير من حلقتنا. توني عيسى بعد في تفاصيل رح نحكيها باسرار، ونختم مع الصحافه اللي عندهم حصه كمان بسهرتنا لليله. مشاهدينا خليكم معنا القسم الاخير من سهره عمر بعد البريك مع نجمنا توني عيسى. متابع مشاهدينا نحن وياكم سهرة عمر بالقسم الأخير، توني متابعين بحلقتنا. لما نحكي عن طفولة نحكي عن الغناء يلي مبلش من عمر صغير معك، كمان ذكرت أنه كانت فينا نغني شيء قبل ما نحكي؟ عبالك؟ أنا كل العالم عبالهم. شو بدنا نغني؟ منقول لنصر شمس الدين الله يرحمه، منقول كيف حالهم حبايبنا، كرمال حبايبنا يرجعوا. إيه؟ ميراي بتحبها كمان. يلا. كيف حالهم كيفهم حبايبنا، عم يبعدوا والبعد تعبنا، كيف حالهم كيفهم حبايبنا، عم يبعدوا والبعد تعبنا، بيت قريب وحي بهالحي، وإلنا سنه نمشي ومقربنا، كيفن حبايبنا. انتو يا قلب الليل غفلانين، ونحنا عباب الليل سهرانين، انتو يا قلب الليل غفلانين، ونحنا عباب الليل سهرانين، والريح عم بتسوقنا لتشرين، والهوى شرد مراه
كبنا كيف حبايبنا. الله تانكس تانكس. ريح صوتي طيب. سوري بعتذر بس بعرف يعطيك الف عافيه. بعرف كمان عم بتصور هلا عم بصور بعياط وصريخ وما في نوم مثل ما لازم، في تعب كمان. بتمل اوقات من هالنمط الشغل او لا؟ حبك للمهنه، حبك لكل شيء عم بتحققه بيطغي على اي تعب تاني توني؟ هيك بين هلالين. بمطرح اكيد بتمل، بس بمطرح تاني لما تفكر بنجاح اللي عم تعمله بيروح الملل لحاله تلقائيا. توني بالأسرار، لما نحكي عن أسرار الحياة، الواحد مش لمين مكان في أمن. صحيح. مثل ما بيقولوا الغدر موجود. صح. وبطبيعتنا الإنسانية نحن ولا واحد منا كامل على كل حال. صح. نلتقى بكتير ناس، إن كان بالعيال، بصداقات. صح. بناس نلتقى فيهم بحكم الشغل. أنت اليوم مين أقرب شخص هيك بتخبره أسرارك، بتشارك انت وياه، بتقترح عليه؟ مين هيك شخص قريب؟ كممثل عم تحكي ولا كشخص؟ كشخص يمكن جون مارك خيك، يمكن حدا من اصدقائك، يمكن حدا بالوسط، ما بعرف. هلا اكيد في خيي جون مارك، اكيد في إلي شمعون صديقي، في كتار اشخاص يعني هن سند بمطرح ما، في فيليب نصر الله صديقي، في جورج صديقي، في كتار. بس حسب انت مع مين متصل هلا وين؟ لا مش حسب هلا، الاتصال بعد شوي. مش هلا طالما اذا هيك عم بتحضر اذا هيك عم تعمل. اليوم لما نحكي عن توني طبعه صعب، يعني بعيدا عن الكاميرا وعن الشغل، انت حدا طبعك صعب بالتعاطي او لا؟ انت هين بمزاجي؟ مزاجي ببعض الاوقات، بس متحسن هلا. عم تشتغل على حالك. مزاجي عصبي بيعاني. عصبي شوي. مين اكثر حدا بيعاني من هالمزاجيه والعصبيه؟ الاهل واللي بيكون مرافقك مبدئيا، وخيك كمان. وخيك رح نشوف صوره انت وجو مارك انت وصغير على كل حال. في صوره كمان هو، لا نحن وكبار ما عملناها كمان، عملها احمله. بعدك بتحمله يعني بالمعنى المجازي على كتافك اليوم لجون مارك؟ طبعا خيي هو اذا بدك مش المدلل، بس هو نقطه ضعفنا هيك بالبيت، زغطور البيت، وحدا شاطر بشغله كتير، وحدا يكافئ على اللي عم بيعمله. انا الو الو انا الو لا الو وينك؟ هاي تعا انا بتلة الخياط. شو عندك؟ شو عامل جو مارك؟ مساء الخير جو مارك عيسى، مساء الخير. شو عامل يا عقربي؟ فتنا هلا بالجانب الاخوة. تفضل شو عندك تقول؟ جو مارك انا عندي بس سؤال واحد، بعيدا عن كل يلي ناس بتعرفه عن توني، بعيدا عن كل حبهم لإله بشغله بعمله، هيك خبرني عن الوجه الاخر يلي ما حدا بيعرفه عن توني عيسى، توني كيف باختصار؟ اوف شو بدي خبر؟ طيب توني هلا بغض النظر انه نحن كمان على طول في هذا اذا بدك بعد تشابه انا وياه، لانه كل واحد بفكر بميله كثير قصص، بس انه توني حدا غير انه عصبي ومزاجي، هو حدا قلبه كثير طيب، يعني حدا اذا بدك ما بعرف كيف بدي اشرح لك اياها، بس خي بكل ما الكلمه من معنى اذا بدك، يعني هيدي كلمه خي بتختصر بهذا الشيء، بهيدي الكلمه يعني، بهذا الشخص. طيب شو اكثر صفه بتزعجك بتوني؟ مزاجيته اكيد. مزاجيته معروفه مشهوره، يعني يلي كل الناس اللي بيعرفوه مقربين منه بيعرفوا قديش هو حدا كثير مزاجي، يعني يمكن هلا مثلا بقول لك ليك الليله حضر حالك رايحين سهره محل فلانه كذا، بتتحمس انت بتظبط خربت اللي بيتي، بتلغي كل مواعيدك قبل بست ثواني، يعني ما عنده اي مشكله يقول لك انه لا بطل رايح لانه ما بقى لي زادي، بغير رايه. لا مش دائما صباح خيي، خذنا بحلمك. لا ببعض الاوقات، بس انه هالبعض الاوقات هن الاكثريه، كله بيرجع للتعب شكله في شيء خبريه يعني طازه يعني صايره. بتذكر حتى انا وصغير مره وعدني قال لي ليك بكره الاحد ما تروح مع اهل المطرح، رايح انا وياك نتغدى بمحل فلاني، انا هذا المحل بحبه كثير، قلت انا اوكي بيرفكت يلا بنجهز حالنا. بعد حز بقلبه لهلا بعده نايم.
بعده نايم يعني. خي بكره شو عندك؟ بكره يا ريت، بكره عندي تصوير كل النهار. يعني توني وشغله هيك صفه وحده لحتى نختم معك جمار، شغله وحده كثير بتحبها فيه وبتحسها قاسم مشترك بينك وبينه، شو هي؟ اوف الكرم. توني حدا كريم من غير وعي، يعني من دون حدود. كريم يعني عم بحكي كريم من كل النواحي، مش انه يعني من ناحيه الماديه، من ناحيه المعنويه اذا بدك كمان، لا لأشخاص غير بيشوفوا مثلا مستضعفين او اشخاص بحاجه لانه حدا يكون واقف حدهم، هو كثير هيك. وانا يعني عندي مثله، يعني عندي هالشيء مثله موجود عندنا، بس هو عنده اياها يعني اذا بدك دائما نقول 20 مره اكثر مني. جو مارك شكرا لهالمداخله، شكرا لانه هيك خبرتنا شوي عن الوجه الاخر تبع توني الخي، لانه توني الفنان كلنا بنعرفه هو هالقد حقيقي، مشان هيك ما عنده وجه اخر. خليني اقول شكرا لك جو مارك عيسى. كثير لكم باي خيي حبيبي، بنشوفك باي باي. على كل حال عم بقول عن قصه الكرم، ما في مشكل لبناني دولار اورو ناخذ شو بناخذ استرالي، ما في مشكل. وانا بدي اقول بس انه جو مارك خيي هو حدا كثير شاطر بشغله، جو مارك فوتوغرافر كثير شاطر، وانت بتعرف هذا الشيء، وانا بيرفع الراس يعني صراحه بيرفع لي راسي وبفتخر بس احكي عنه. بعرف وبعرف قد ايه هيك انت داعم له وسند، وان شاء الله دائما بتضلكم بهالصوره الحلوه يلي اوقات ببعض العيال بتنكسر، ان كان بين الاخوه او بين القرايب او بهالصوره النمطيه. انت توني بتخاف على انه اوقات الاشياء ما تكون مجمله، او انت هالقد حقيقي الاشياء اذا انكسرت لا بتقول مكسوره وهي هي الحقيقه؟ اي انا هيك، انا هيك. تشتغل ضدك اوقات هالشغله؟ اكيد اكيد. ليه؟ لانه الزمن مزيف صار والاشخاص مزيفين، ما بقى في مصداقيه بالشغل وما بقى في مصداقيه عند الناس للاسف. رح اخذ لك اياها بشيء ثاني. اليوم اذا انت حدا متفاني بشغلك وبتعطي كل انسان حقه لا الاخر بعده عرقك منشف، ها ما بيقبلوك بالمثل، خاصه الاشخاص اللي انت معهم حدهم دائما وايدك بايدهم. هودي الاشخاص بينسوا انت شو عملت، هودي الاشخاص بغضوا النظر بمحل ما، هودي الاشخاص بيتناسوا. بتضايق اكثر اذا كانوا ناس حسبهم عليك من ناسك؟ أكيد منك؟ اكيد اذا كانوا قراب مني اكيد بضايقك اكثر. وفي كثير منهم، وتفاجأت انا بالآونة الأخيرة انه في كثير منهم. ليه؟ ما فيها شيء، هي الألو هين والقعدة سوا حلوة وبعدها وما بصير شيء. ليه بصير فيها التباعد بين الأشخاص؟ أنا بزعل على العشرة، بزعل انسى من الامور الماديه. اوكي مهمه هي بحياتنا اذا بدك، لانه نتصرف نروح ونجي ولا حاجتها، بس الناس بيصيروا يقيسوها هيك. اذا في شيء دغري بيقيسها على المطرح المادي، لا مش هون هي ابدا، ولا فكرت فيها بحياتي. تعال نقعد نحكي طاوله حوار، حلو الحوار يلي ما عم بيصير بالبلد اليوم، خلينا نحن نعمله بين الاشخاص. رح تنتخب؟ ايه طبعا رح انتخب، ورقه بيضاء على العلن. اكيد. ليه؟ لانك مش مقتنع؟ ما حدا بيمثلني، ماني مقتنع بحدا. وهيدي معها بنختم اسرار لحتى ننتقل للفقره، وراح احملها انا وفايت على الصندوق رح صور لكم اياها رح تشوفوها، مش انه مزحه يعني. ورقه بيضاء. بيضاء بيضاء. انا نظيف خيي. وان شاء الله بتضلك هيك وبصير في كتار مثلك بالبلد، لانه لبنان بحاجه مفروض لناس نضاف. مفروض. توني عيسى غمز لنا الضوء باشاره منه لننتقل للفقره الاخيره اللي نختم فيها حلقتنا مع الصحافه. نحن ردي. نحن بدنا تفضل. الفقرة الأخيرة والعاني مع الصحافة
هي الفقرة اللي بتاخذنا لاتصال من أحد الصحفيين بيطرح ثلاث أسئلة على ضيفنا بختام الحلقة والليلة. الأسئلة من الصحفي ندى عقيقي. ندى مساء الخير. مساء الخير. شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. الحمد لله. ميرسي فادي. أهلا وسهلا فيك. ندى أول سؤال بتطرحيه على ضيفنا توني عيسى، تفضلي. أول شيء بدي مسي على توني. مساء الخير ندى. الحمد لله. مساء الخير. الله يخليك. أنا اليوم توني رح ألعب دور محامي الشيطان مثل ما بيقولوا. نعم. فبدك تنسى هيك لخمس دقايق إن أصحاب و... طيب. وبتعرفني. رح أجرب. رح أجرب. أوكي. توني أنت مش دارس تمثيل. عفواً. بس أنت من الممثلين الشباب يلي عم يشتغلوا. نعم. كل فترة والتانية عندك عمل. نعم. والله يعني أكيد. نعم. مسلسل أو فيلم. نعم. هل هيدا يعتبر اجتهاد، حظ أو علاقات، يعني صداقات بالوسط الفني؟ اوكي، حلو السؤال. اولا تصار في علاقات، كان في شغل. نعم. تطورت العلاقات بسبب الاجتهاد. النتيجه اللي وصلت لها هي من وراء اجتهادي، من وراء محبتي لشغلي ولمهنتي. وحتى لو انا مني حدا دارس تمثيل، لكن عندي الكفاءة وعندي الموهبة يلي عم بسقلها يوم بعد يوم، عمل بعد عمل، اجتهاد بعد اجتهاد. وما بقلك انه انا حدا مميز جدا، لا، بس انا حدا وصل بمطرح بحياته كان بيطمح له ووصل له بنظافة. تفضل يا ندى، سؤال. نعم. اخر توني، هل انت راضي على 50,000؟ وهل تعترف انك ما توفقت بالمحرومين؟ 50,000 طبعا راضي عليه كثير. حابب كثير شخصيتي، حابب كثير العمل، طريقه الاخراج، الصوره. محرومين بقول لك انه خذلني لإلي، لا، انا كنت كثير مبسوط من مسلسل محرومين، لكن توقعاتي ما اجت مثل ما كنت انا شايفها. العمل كان مفروض يكون احسن من هيك. شو برايك القصص يلي ضعفته لازم يكون اقوى من اي مستوى، اي ناحيه؟ المسلسل وصل لمطرح صار في جمود، او صرنا عم نركز على نقطه واحده اللي هي نقطه اذا بدك البنت المخطوفه. مع انه كان في كذا قصه مترابطه وكذا قصه ممكن ينحكى عنها اكثر، وكان ممكن نفوت بتفاصيلها، نتعمق اكثر. ما بعرف السبب شو، هل هو اخراجيا او هو كتابه او هو انتاجيا. بعرف انه كان في خلل ما بقدر وضحه الا ما تكون هالمقومات او هالعناصر مجموعه لتعطيك النتيجه النهائيه. تفضلي ندى. نعم. سؤال اخير بدي اقول لتوني انه عنده تجارب خجوله بالغناء، فبالمستقبل وين بشوف حاله؟ بالغناء، التمثيل، او يمكن خارج الوسط الفني كليا؟ هيدي هي الانسب بالمبدا، بس منيحه. بس لا، بالمبدا هو التمثيل هو الاساس الاول والاخير. الغناء طبعا مشروع حلو كثير وبحبه كثير وبحب كثير اني غني، لكن كنت عم بحكي انا وشادي من شوي انه هيدا الموضوع بده ماده، والماده صعبه شوي انك تنتجي لحالك بهالايام الا ما يكون في شركه انتاج تدعمك. فالموضوع بعده موجود، لكن بوقته، ويكون التوقيت صحيح مثل ما قلنا. انا بعرف انه عندك عمل هلا سينجل عم تحضر له، صح؟ رح ينزل قريبا. شو رايك انت؟ شو بدك انت؟ شو بدك؟ انا بدي قريبا اكيد، بس هيك انت تحدد لي ايمتى بالضبط. خلص قريبا، يا ريت تعطينا تفاصيل قريبا ورح تلفن. قريبا ورح تلفن لك مع شادي. خلص قريبا رح تلفن لك يعني، بس او الا او ندى، ما في ليكو بقلكم. لا لا، رح تلفن لشادي، قلكم اجتمعوا وبنفتح او بنعمل كونفرنس. حلقه ثانيه لكن بارت 2 مع توني. ندى انت غاليه وبتعرفي هالشيء. ندى شكرا لمداخلتك، شكرا لوجودك معنا بختام هيدي الحلقه مع توني عيسى. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. ثانك يو. اهلا وسهلا فيك صحفي ندى عقيقي. هيدي ندى واسئلتها، ومعهم بنوصل لختام سهرتنا. توني اول شيء شكرا لوجودك معنا. موفق بكذبه بيضاء، موفق بكل خطوه بتعملها، لانه بتشبهك، حلوه وحقيقيه وفيها من النظافه بالتعاطي وفيها من الانسانيه.
الحمد لله. أنا شادي بدي أشكرك. أنا يمكن نحن نبعد شوي لكن القلوب دائما جاهزة إنه وحاضرة إنه نرجع نستقبل الأشخاص اللي منحبها. شادي أنت بحترم فيك شغفك لمهنتك، أكيد على صعيد التمثيل أو على صعيد التقديم. أنت حدا أنا برأيي تلفزيون لبنان لازم يفتخر فيك. أنت عنصر فعال جدا بهذا التلفزيون. أنت عنصر لازم تكون بعد عندك حدود أبعد من هيك بهالتلفزيون. أنت لازم تكون من الأشخاص اللي بدها تأسس تلفزيون لبنان الجديد. وأنا وأنا بفتخر فيك وبفتخر بصداقتك. شكرا. وأنا بفتخر كمان بأنك ممثل، بأنك شخص إنسان من لبنان قادر يرفع رأس بلدنا بأي عمل بحل فيه. شكرا لك توني. الكلمة الأخيرة بتكتبها على صفحات الكتاب عنا هيك ليبقى ذكرى صغيرة. شكرا لك توني عيسى. مشاهدينا اللقاء بيتجدد، ما تغش. لا عم شوف إذا بيكتبوا هالمالي. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم. أكيد اللقاء بيتجدد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وضيف ونجم جديد. إلى اللقاء.